السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بجد يا جماعة بجد اللي مش هيعمل الأكلة دي هيخسر والله كتير جدا بجد. أنا مش قادر أقاوم، يعني أنا مش قادر أقاوم على المنظر، وأنا هوريكم أهو الأكلة دي. شوفوا يعني أنا مش عارف هي إيه بالظبط. شوفوا الجمال، شوف الجمال. شوف ده رز يعني بالوصفه بتاعت اللي هي الوصفه بتاع مسهيله في الرز دي عامله ازاي. شوف عامله ازاي الخلطه اهو. شوف يا حبايبي اهو، انا ما قدرتش اهو. طب بس شوف المنظر، الطبق يشهي اللي انا بوريهم الصينيه الوقت. شوف يا حاجه كيكه بسبوسه اهو. شوف يا مسهيله ما شاء الله. شوف يا جماعه، بسم الله ما شاء الله بجد. الصينيه دي يا جماعه يعني شوف المنظر، الصينيه عامله ازاي من هنا. شوفوا شكلها هي فكره في حاجه، هي من غير لحمه ولا حاجه، طعمها يشهي. شوف المنظر، انا عايز الفكره الصينيه ولا حاجة. انا ما يهمنيش ان انتوا بقى ايه تشوفوني او تشوفونيش في الفكره. شوف الجمال يا حاجه، شوفوا المنظر. اوكي شوف المنظر. ولما احنا قطعنا، يعني انا قطعت الخرطتين دول من الطبق. انا عايز اقول لكم ان يعني ده طبق رز، طبق رز بصراحه يعني ما يتفوتش. لازم تعملوا الطبق ده، لازم تعملوا الوصفه دي. بس انا هقول كمان يا حاج اللي ايه عايز اقول لكم كده، هو شويه رز وبعدين هيتعاملوا عادي خالص، رز عادي وبتعمل عليهم اللون ده بالكركم او بالحاجه اسمه ايه يا حاج، كركم او كاري او اي حاجه تمام. وتحطوا عليها الموزاريلا زي ما انتم شفتوا الطريقه. هتشوفوا اللينك هحط لكم تحت الوصفه بتاعه دي بتاعه الحاجه، هحط لكم تحت الفيديو اللي انا بكلمكم منه ده. بس انا عاوز اقول لكم ان فعلا يعني انا مش قادر يعني مش قادر ان انتم ما تشوفوش الفيديو بالشكل ده. شوفوا الصينيه مكانها عامل ازاي، وانتم شوفوا انا يعني ممكن تقول الريحه طبعا يعني انتوا اكيد متخيلين، يعني اكيد متخيلين الريحه شكلها ايه. فانا حبيت ان انا اقول لكم عليها بصراحه، لانها هاتي حاجه كده ما ادوق كده كده معلقه عايز ادوق كده وانا بقول لهم مش عايزهم بس عينيهم تروح بعيد عن الصينيه. يا اهي الصينيه اهي يا جماعه. شوف المنظر لما نلفها كده، وشوف التقطيع لما تقطع كده بالشكل ده. شوف اكنها متحززه كده من هنا. نهار كمان خرطه اهي، خرطه انت كيكه بجد، يعني بجد طبق رز يا بنات عشان خاطري اعملوا الوصفه دي. جربها بقى بالجمبري، وهي برضو لو جربت كده طعمها جميل باللحمه المفرومه باي حاجه. هات يا حاجه المعلقه كده بقى، ادوق بقى. انا هدوق كده اهو. بس انا مش عاوزكم عينيكم تروح من على الاكل. بسم الله. طبعا مش باين كل حاجه. ايه ده؟ ايوه الصينيه من نصها مش باين. شوفوا. تكتب ايديك والله يا حاج. بجد؟ ربنا. هنعمل ايه بس في الناس اللي لما اخونا امبارح كان زماننا جبنا الجمبري. والله محتاج جمبري. عشان ما خدناش الثلاجه معانا. تعالى بقى تعالى. خدناها كنا حطينا شوفوا. شوفوا يا جماعه انت عامله ازاي. شفت انا عايز بس اوريكم المنظر طبعا. واضح ما شاء الله اهو، وريحته طالعه اصلا. شوفوا يا جماعه، بسم الله اللهم صل على النبي، ربنا يبارك في صحتكم يا رب، ربنا يبارك لك يا مسهيله ويكرمك. انا مش شفت والله بجد وصفه، انا بصراحه عمري ما دقت رز بالشكل ده بجد. هو شدني قوي. انا وبعدين الوصفه دي ممكن تعملوا فيها شويه تعديلات. احنا كده عاملينها بالحاجات اللي موجوده بالموزاريلا. احنا يعني انا كان ممكن نحط شويه جبنه رومي، بس الحاجه ما رضتش. لا هي معموله بس بالموزاريلا، بس هي تمشي برضه يا حاجه. شوف المنظر، شوف يا جماعه الحاجه بتقول لي شكل البيتزا، هي شكل البيتزا فات. هي معموله بس بالموزاريلا، ما نعوش بقى نفكس ونقول نعمل الافكار كده من دماغنا. يعني واضحه الطبق شوفي. لا ما شاء الله
شوفي شوفي. لا الطعم كمان زي ما قلت. جميل جميل. ايوه. بس يا جماعه في القطعه دي. اه. انا. هما برضه لو جربوها بالجمبري هتبقى برضه رائعه. مشكور كم سؤال على الاكله الحلوه دي والله بجد. وبشكر اي حد ساهم في الاكله دي اللي هو انا. بشكر نفسي. ونشوفكم على خير. تمام؟ نشوفكم على خير وادعوا لنا ربنا يكرمنا يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.